دكتور محمد كمال ممكن. شكرا معالي دولة الرئيس على فرصة اللقاء وعلى هذه السنة الحميدة. أنا هبدأ بالسياسة الخارجية وانتهي سريعا بعدد من قضايا السياسة الداخلية. يعني أنا بتفق مع حضرتك تماما أنه بنعيش مرحلة صعبة، مش بس مصر ولكن العالم ككل، مرحلة سيولة، مرحلة عدم يقين، بترتبط بشكل أساسي أنه يعني النظام الدولي اللي كان عايش معانا لعدة عقود بينهار بكل قواعده وبكل مؤسساته، ولم يحل محله بعد نظام جديد. ففي حالة من عدم اليقين، حالة من الغموض، بتجعل من الصعوبة التنبؤ وعمل نظرة استشرافية دقيقة. لكن الحقيقة بقدر ما يمثل هذا العالم من تحديات، هناك أيضا فرص كبيرة. يعني الآن العالم به عدد من القوى الكبرى المختلفة، لم يعد قائما على فكرة القطبية الأحادية، وبالتالي الشراكات مع القوى الكبرى المختلفة في غاية الأهمية. العالم الآن أيضا به يعني ظهور لما يسمى القوى المتوسطة، البرازيل، أرجنتين، جنوب إفريقيا، كل ما يبقى لينا، وأيضا تركيا وإيران في المنطقة، كل ما يبقى لينا شراكات مع هذه الدول كل ما ده يبقى شيء كويس. وأنا الحقيقة بأحيي جدا الانضمام إلى تكتل البريكس، لأنه ده أحد التكتلات الأساسية اللي بيضم قوى كبرى وقوى متوسطة، وأعتقد هيبقى ليه دور كبير جدا في تشكيل النظام الدولي الجديد. منطقة الشرق الأوسط طبعا بتمر بتحولات هيكلية، يمكن من لحظة يعني حرب العراق وحتى الآن، ما حدث في 7 أكتوبر هيبقى ليه تأثير هيكلي على المنطقة. أنا عايز أركز هنا بس إن إحنا يعني أمام مشروعان مطروحان في المنطقة، كلاهما مشروع أصولي يميني ديني. هناك مشروع أصولي يميني ديني إسرائيلي متطرف وعنصري، وهناك بالمقابل أيضا مشروع يميني ديني في العالم العربي والإسلامي. أحد هذين المشروعين هو اللي جرنا للحرب، ولكن المشروع الآخر هو الذي يسعى للاستفادة من هذه الحرب والتوسع في أهدافها. اللي أنا بقول الحقيقة من المهم أنه مصر تطرح مشروع ثالث، مشروع قائم على الاعتدال، على التنوير، على الاستقرار والتنمية، يبدأ من فكرة طبعا وقف إطلاق النار في غزة والدولة الفلسطينية، ولكن لا يكتفي بذلك، يطرح فكرة كبرى لمستقبل هذه المنطقة. لما بنتكلم على قوة مصر، قوة مصر طبعا الاقتصاد، قوة مصر القوة العسكرية، أو دي القوة بتاعة أي دولة يعني في مجال السياسة الخارجية، لكن مصر الحقيقة كانت دائما بتتميز بقوة الأفكار وقوة المبادرات في مجال السياسة الخارجية. أنا عايز برضو أنتهز الفرصة دي أحيي السياسة الخارجية المصرية فيما يتعلق بأزمة غزة وتوابعها، سياسة عاقلة، سياسة رشيدة، سياسة تبعد عن التورط، سياسة قائمة على مفهوم المصلحة الوطنية. وأنا عايز أؤكد الحقيقة على أهمية هذا المفهوم، لأنه أي سياسة خارجية لأي دولة في العالم زي ما بندرس للطلبة في كلية الاقتصاد في سنة أولى بتبقى قائمة على مفهوم المصلحة الوطنية. مفهوم المصلحة الوطنية في مصر أنا بعتقد حدث له تشويه خلال 7 العقود الماضية من اليسار ومن اليمين. نحتاج إعادة التأكيد على هذا المفهوم بدءا بالمناهج التعليمية، المناهج الدراسية. الحقيقة يعني لظروف معينة كده رجعت عدد من مناهج التربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ، اللغة العربية،
هناك تشويه كبير جدا لفكرة الوطنية المصرية ولمصلحة أفكار أخرى أحيانا تتعارض مع هذه الفكرة. سريعا قضايا داخلية. القضية الأولى هي موضوع المحليات، يعني دايما بنقول المحليات هي أساس السياسة وأصل السياسة. أما بتكلم على المحليات أنا ما بتكلمش بس عن انتخابات المحليات، المحليات من وجهة نظري ممكن أن تصبح المشروع التنموي والمشروع السياسي للدولة المصرية، ولكن تحتاج رؤية كبيرة. جزء منها طبعا موضوع اللامركزية في تقديم الخدمات، جزء منها يتعلق بتطوير الدور الرقابي والتشريعي للمجالس الشعبية المحلية، جزء منها يتعلق بتطوير دور المجالس التنفيذية المحلية. لكن المحليات الحقيقة في غاية الأهمية. النقطة الثانية الطبقة المتوسطة، وأنا بقولوش يعني من باب اللغو، يعني طبعا ما زال خطابنا أسير لفكرة الطبقات الفقيرة والدعم، وبتستهلك الحقيقة جهد كبير جدا من جهدنا وتفكيرنا. الطبقات الفقيرة مهمة جدا، والدولة الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا في مساندتها، لكن الطبقة المتوسطة اللي أزعم يعني ممكن كل أو معظم اللي قاعدين حوالين هذه في الجلسة دي بينتموا إلى أسر من الطبقة المتوسطة، هي عماد الدولة، هي عماد الاقتصاد، هي اللي بتقود عملية التنوير. فأنا بدعو الحقيقة أنه مفهوم الطبقة المتوسطة يبقى جزء أولا من الخطاب السياسي، الحديث عن الطبقة، وأن يكون هناك سياسات موجهة لمصلحة الطبقة المتوسطة، وده برضو مش لغو، يعني في سياسات ضريبية تخدم الطبقة المتوسطة، سياسات في مجال الخدمات تخدم الطبقة المتوسطة، لكن عنوان عريض الطبقة المتوسطة. العنوان الثالث الحقيقة الاستثمار في النخبة. من سيقود مصر في النهاية هم النخبة وليس الجماهير، زي ما بيتقال كده الاستثمار في الحصان قبل العربة. الاستثمار في النخبة يعني يتطلب أولا اكتشاف هذه النخب. أنا بتكلمش نخبة ثقافية بس وأدبية، ولكن نخبة علوم، نخبة رياضيات، نخب رياضة، نخب في اكتشافها بشكل مبكر في النظام التعليمي، والاهتمام بالمؤسسات التعليمية اللي تكبر وتترعرع فيها، وخاصة المؤسسات التعليمية الحكومية. النقطة الأخيرة يا فندم اللي هي موضوع يعني بسميه الديريجوليشن أو يعني الحد من القواعد التنظيمية التي تنظم أي نشاط، يعني نقلل شوية الإغواء بأنه أي مشكلة نعمل لها مجلس أعلى، وأي مشكلة نحط لها إطار تفصيلي للتعامل معها. كل ما تبقى القواعد المنظمة لنشاط أقل، كل ما هذا النشاط سيزدهر، كل ما يبقى فيه مؤسسات بتتولى الإشراف، كل ده أيضا ما هيساعد على التقدم. وشكرا جزيلا. شكرا يا فندم.